ونص ومالوش فيه اعداد جوهريه. اول ما سام يطلع من 4 ونص ل 5 يقول لك عنده اعداد جوهريه. واقف ايه الرساله اللي انت بتقولها لمحمد عمران؟ مش محمد عمران بس، هي مشكلتنا مع كل المسؤولين، مش محمد عمران بس. مين عنده آلية تنفيذ؟ مين؟ الشيخ محمد ما عنده هنا دلوقتي حاجات ممتلكات يتحجز عليها. مين عنده آلية التنفيذ يعمل لنا تنفيذ عكسي؟ ده حكم محكمة نهائي صادر. مين عنده؟ فين القانون المصري اللي بنتكلم عليه؟ فين القضاء المصري اللي اداني حكم نهائي؟ محدش بينفذ.